بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء يجب أن تبدأ به يومك. الكنوز النبوية لا تنتهي أخي الحبيب. دعاء سيغير حياتك، سيغير نظرتك للحياة، سيربطك بالله، سيجعلك متعلقا بالله عز وجل، سينجيك من المشاكل، سيسبب لك الخير. طبعا لا تعجب، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كما وصفه الله قال تعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يبدأ يومه عمليا، يبدأ بداية اليوم ماذا يقول؟ يقول: اللهم أعطنا خير هذا اليوم وخير ما خلق له، واصرف عنا شر هذا اليوم وشر ما خلق له. دعوني أتأمل هذا الدعاء، لماذا هذا الدعاء مهم أيها الأحبة؟ الحقيقة كثير منا يبدأ يومه بالهموم والمشاغل والمشاكل، كيف سأحل هذه المشكلة، وماذا سأفعل بهذا الأمر، وماذا سأقول لفلان، وكيف سأعالج هذه القضية، وكيف سأصلح هذا العطل، وكيف سأحصل على مزيد من المال، كيف سأدرس، كيف كيف كيف. فتجد هذا الدماغ امتلأ بمعلومات، أصلا معلومات فارغة. لماذا؟ لأن كل هذه الأسئلة التي تطرحها قد يأتي ظرف يغيرها تماما، قد يحدث معك حادث بسيط يدمر كل هذه الخطط وكل هذه الحسابات، قد يأتيك هاتف بعمل معين غير متوقع يغير لك كل الخطط. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أولا أن يذكرك بأن الأيام بيد الله، الخير بيد الله والشر بيد الله، وأن هذا اليوم وهذا الصباح الله هو الذي يملكه، والله عز وجل هو الذي قدر فيه الخير والشر. فأنت بدلا من أن تذهب إلى العباد الضعفاء، غالبا العبد ما يخذل عبدا مثله، غالبا ما يخذلك الناس إذا لجأت إليهم، غالبا ما يضرك الناس، لأن بعض الناس سبحان الله لا يريد الخير لغيره، بل يحب الشر أن يصيب غيره حسدا من عند أنفسهم. حتى بعض الناس يحسد الآخرين على أي شيء، أي شيء يحسده، حتى على المرض أحيانا. فأنت هنا يجب أن تترك هؤلاء البشر الضعفاء، تترك القوانين الدنيوية والأسباب هذه الدنيوية، وتصعد مباشرة بأفكارك إلى ملك الملوك، إلى من يملك النهار والليل ويملك هذا الزمن، إلى من هو الذي ينزل الخير وهو الذي يرفع الشر. فعندما تقول اللهم أعطني خير هذا اليوم، هناك خير كثير موجود ولكن قد لا تنتبه له. يعني يا رب نبهني إذا كان هناك خير، أعطني، هيئ لي الأسباب. طبعا الله عز وجل يهيئ لك أسباب الخير، يهيئ لك أسباب الرزق النافع، يهيئ لك أسباب الطمأنينة والسعادة. قد تعاني أحيانا من مشكلة لسنوات طويلة ولا تجد لها حلا، الحل بيد الله. تقول يا رب أعطني خير هذا اليوم،
من الخير حل المشاكل، يعني أن يصرف الله عنك شرا هو خير، أن يصرف عنك حادثا هو خير بالنتيجة. فلذلك قد تقول هذا الدعاء وأنت تثق أن الله بيده الخير، بيدك الخير كله. اللهم أعطني خير هذا اليوم وخير ما خلق له، يعني يا رب إذا كان هناك خير من حولي وأنا لم أنتبه له، لم أرى هذا الخير، لم أحتسب، لم أحسب أن هناك خيرا في مكان ما، فنبهني إليه، هيئ لي الأسباب. لذلك الأسباب يجب أن تعتقد جازما أنها بيد الله، وليست يعني الدنيا أخي الحبيب فيها قوانين يتعامل بها البشر، ولكن الذي يحرك هذه القوانين هو الله، الذي يحرك المستقبل هو الله. واصرف عني شر هذا اليوم وشر ما خلق له. قد تظن أن الخير في مكان معين، في عمل معين، في دراسة معينة، في سفر معين، في زواج معين، وإذا به شر وأنت لا تعلم. في هذه الحالة أنت تسلم قراراتك لله، تسلم ناصيتك هذه لله عز وجل، وتقول يا رب اصرف عني هذا الشر، اصرف عني شر هذا اليوم، واصرف عني شر ما خلق له. لأن كل يوم من أيام الله أيها الأحبة كما قلت لكم فيه خير وفيه شر، والله عز وجل يتحكم ويتصرف في الكون. سأعطيكم مثال بسيط جدا، ولله المثل الأعلى، طبعا مثال بسيط يعني بعيد طبعا، ولكن لنقرب الفكرة. هناك كاميرات توضع في الشارع لمراقبة حركة السيارات، إذا تجاوزت سرعة معينة أو ارتكبت مخالفة معينة أو قطعت إشارة معينة إلى آخره، كلنا يعرف هذه الأمور، هناك الكاميرا تقوم بالتقاط الصورة، ولكن الكاميرا لا تستطيع أن تفعل أي شيء لأنها آلة مثل البشر تماما. مركز القيادة أين؟ هناك في قيادة المرور مثلا. الذي يتحكم بهذه الكاميرات وبهذه المخالفات وبهذه القوانين يستطيع أن يلغي هذه المخالفة، يستطيع أن يعطل هذه الكاميرا، أن يستطيع أن يفعل أي شيء، هو يتحكم، غرفة القيادة والتحكم. فأنت إذا كثير من الناس إذا يعني ارتكب مخالفة ما يلجأ إلى من يتحكم بهذه المخالفة على أمل أن يعفيه منها لكي لا يدفع غرامة كبيرة مثلا. هذا رد فعل طبيعي لدى كل البشر، أي إنسان لا يتمنى الشر لنفسه. طبعا المخالفة المرورية هذه شر، نوع من أنواع الشر أو نوع من أنواع الخسارة بالنسبة لك، ستخسر المال، وربما أنت لم تتقصد أن تتجاوز السرعة المقررة. فاللجوء للأعلى أفضل بكثير من أن تبقى بين الأسباب المادية. هذا مثال بسيط ولكن لا يليق بالله تعالى، ولكن فقط لأقرب لكم أيها الأحبة. فأنت في الدنيا يعني في تعاملاتك ومشاكلك وهمومك ورزقك وثروتك ودراستك وعلمك وعلاقاتك، كل هذه الأشياء التي تخوضها في هذا اليوم الذي يتحكم بها هو الله، مركز القيادة والتحكم في الأعلى عند الله. فالنبي يريد أن يربطك مباشرة بمركز القيادة، يقول لك دعك من هؤلاء، هؤلاء لا يملكون أي شيء،
البشر لا يملكون شيئا حقيقة، يعني هو إذا جاءه الموت لا يستطيع أن يعيش ثانية أكثر من عمره، فكيف يملك الخير لغيره؟ إذا يا رب اصرف عني شر هذا اليوم. وبالتالي قد يكون هناك شر في مكان ما، سبحان الله، تجد أن الله عز وجل يخلق لك مشكلة معينة تمنعك من الذهاب بهذا الاتجاه ليصرف عنك شر أكبر. وهنا طبعا الآية الكريمة، الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أنا أسلم أمري وحياتي لله، أستمسك بحبل الله، أفوض الأمر لله عز وجل، وأريح دماغي من الحسابات، فقط أنا أسلك الأسباب المادية المنطقية التي كل إنسان بفطرته وغريزته يسلكها. شيء طبيعي، أنا عندما أجوع سأقوم لتناول الطعام، عندما أتعرض لأذى سأهرب من هذا الأذى، عندما أتعرض لمرض سأطبب أو أعالج نفسي، هذا رد فعل طبيعي تلقائي، الملحد يقوم به والمؤمن يقوم به. ولكن الفرق أن الملحد يعتقد أن الدواء هو الذي شفاه، بينما المؤمن يعتقد أن الله هو الذي سخر هذا الدواء لشفائه. إذن أخي الحبيب، لا تخرج من بيتك، أو بمجرد خروجك من بيتك ابدأ يومك، نظامك اليومي بهذا الدعاء: اللهم أعطني خير هذا اليوم وخير ما خلق له، واصرف عني شر هذا اليوم وشر ما خلق له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.